سبع نصائح للتخلص من دهون الكرش والحصول على بطن مسطح. 1. احسب سعراتك الحرارية ونقص 500. لو ما انك عارف فوت على اليوتيوب عندي بتلاقي كيف تحسب سعراتك. 2. اشتري ميزان اكل مشان تعرف تحسب سعراتك الحرارية مزبوط. ابتعد عن السكر لانه لما بتاكل سكر بيعلى الانسولين 72 ساعة، واذا اكلت مرتين بالاسبوع يعني انسى انه تنزل وزن. حاول ما تاكل اكثر من وجبتين لانه معدل الحرق بزيد لما بكون الجسم مرتاح وما عم ياكل. اشتري مشد بطن من الانترنت، لو ما انك عارف اكتب لي على انستغرام مشان يضل على طول بطنك متعود على الشد. اتبع نظام الصيام المتقطع لانه بيساعدك على حرق الدهون، لو ما انك عارف فوت على اليوتيوب عندي بتلاقي فيديو مخصص لهذا الشيء. اعمل تمارين البطن 3 مرات بالاسبوع، لو ما انك عارف فوت على صفحتي بتلاقي تمارين للبطن مخصصة، ديروا بالكم على حالكم. ضيفني وعلق بتم لو عجبك الفيديو مشان يوصلك كل جديد، لو بدك تنزل او تزود وزن لايك وشير وكومنت. سلام عليكم.